السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To our brothers and sisters around the world, I'm delighted to have Abi Aisha, the father of Aisha and Aisha with me here at Al-Hirz office. By the permission of Allah, Aisha had memorized one of the most complicated books of Al-Lugha, Arabic language, that teaches different levels of Arabic. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. After memorizing Quran as a student of Al-Hirz Institute, she was able to memorize this, and now she is working on different book. The first thing I do is to congratulate Aisha's father for this great achievement, being blessed with a daughter who had memorized Quran and now memorizing a book that secures her understanding of Arabic language, that almost the sophisticated words in Arabic language, Aisha today can just quote it from her memory verbatimly and effortlessly. So I only congratulate, you know, the father for that achievement, and I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless Aisha as well. And I congratulate the mother. Always they are the backbones to our success as students. We've seen it for ourselves. Doubtlessly, without, you know, asking or investigating, I know of a surety the mother is behind this as well. So I congratulate both parents for this significant achievement and spiral achievement for Aisha. So the book is Qutrubiyya that we teach here at Al-Hirz Institute. So you will hear it from Aisha. It begins this way. قال الإمام رحمه الله حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولاء نظما على الترتب سميته بالموريث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز بنيل الأرب. نعم. أم المؤمنين عائشة حمدا لبارئ الأنام حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب سميته بالموريث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز بنين الأرب الغمر ماء غزورا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب الغمر ماء غزورا والغمر حقد سترا والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام
رووه في لفظ النبي تحية المرء السلام واسم الحجارة السلم والعرق في الكف السلم رووه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتصلب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة للمحصنات العربي الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة للمحصنات العربي الحلم والحرة المختارة من محصنات العربي والحرة المختارة من محصنات العربي الحلم تقبو في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب الحلم تقبو في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب السبت يوم عبيدا والسبت نعل حميدا والسبت نبت مجيدا في معمر أو سبسبي السبت يوم عبيدا والسبت نعل حميدا والسبت نبت مجيدا في معمر أو سبسبي وشدة حر السهام وللنبال قل سهام ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي وشدة حر السهام وللنبال قل سهام ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي ودعوة العبد دعاء ودعوة المرء دعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب الشرب جمع ردما وشرب حظ قسما وشرب فعل علما وقيل ماء العنب الشرب جمع ردما وشرب حظ قسما وشرب فعل علما وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظما والخرق حر كرما والخرق حمق لهما فمنه كن ذا هربي الخرق حمق لهما والخرق حمق لأمة فمنه كن ذا هربي الخرق ما قد عظما والخرق حر كرما والخرق حر والخرق حمق لأمة فمنه كن ذا هربي عضلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي عضلك للمرء اللحى وقشرة العود اللحى وجمع لحية اللحى بالضم والكسر حبي القصد جور رفضا والقصد عدل فرضا والقصد عود مرتضى من عرفه المطيب القصد جور رفضا والقصد عدل فرضا والقصد عود مرتضى من عرفه المطيب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجيب عند ارتكاب الذنب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجيب عند ارتكاب الذنب لجنة قل لما وشعر رأس لما وجمع ناس لما ما بين شخص وصبي لجنة قل لما وشعر رأس لما وجمع ناس لما ما بين شخص وصبي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشبي المسك جلد يا غلام والمسك من طيب الكرام والمسك بلغة الطعام يكفي الفتى من نشبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لكنت كابن حجري
لو طاع مني أدبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابني حجري لو طاع مني أدبي ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري لكنت كابني حجري لو طاع مني أدبي قل ثلاثة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة مشدودة من ذهبي قل ثلاثة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة مشدودة من ذهبي العشب يدعى بالكلى وللحراسة الكلى وجمع كلية كلى لكل حي ذي أبي العشب يدعى بالكلى وللحراسة الكلى وجمع كلية كلى لكل حي ذي أبي الجد والد الأبي والجد قد لعبي والجد عند العرب البئر ذات الخرب الجد والد الأبي والجد قد لعبي والجد عند العرب البئر ذات الخرب جارية إحدى الجوار ومصدر الجاري الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب جارية إحدى الجوار ومصدر الجاري الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب وداره قد عمرت عمارة عمرت نفس الفتاة وعمرت أرضك بعد الخرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتاة وعمرت أرضك بعد الخرب سبحان الله. You know, we just congratulate the father for this subhanallah, this, if there is any halal party for Aisha, mm-hmm. let's get the halal party. Mm-hmm. Because this type of work is not being done even in the schools today. So in America, in the 21st century, having a daughter who memorized this is a ni'mah from Allah. Mm-hmm. And I ask Allah to allow her to live up to that name, mm-hmm. to be Umm al-Mu'mineen of her time, just like her mother and our mother, all together Umm al-Mu'mineen Aisha, the wife of our leader and our prophet. And it will be an honor to at least hear something, you know, from the father concerning this spiral achievement that, you know, his daughter had achieved to memorize Quran and secure a book that teaches the power of that Quran. So not only that she speaks Arabic, but she has control of that language. An honor to at least get to hear something from the father for this achievement that his daughter had achieved in this field of Arabic after securing the memorization of Quran and doubtlessly being A-plus students, because if you have Quran and you have this memorized, it's just A++, which Aisha is. And we ask Allah to bless her and the family. A word from the mother would be something, but we have the father. The father will share something with us, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam wa salli kareem. Amma ba'd. First of all, I would like to say all praise belongs to Allah for this opportunity. And we cannot thank him enough. And after that, we want to thank the Sheikh for his leadership, his mentorship, and his motivation. Because when she listened to you recite this poem, that's what motivated her. Subhanallah. Alhamdulillah. So we want to thank you for that. Hayyakumullah. And then we go to her mom, who gave her the support to make this possible. We went back and forth, record this is not good, go back and fix it. And alhamdulillah, we got it done. We didn't pressure her to do this. Subhanallah. She did it on her own. Allahu Akbar. So I was glad to make it
something that will be in her favor. Ameen. And we hope that this is going to be an inspiration for girls her age and the boys alike. Ameen. So they can live up to this name. Ameen. And whatever it is that she read, there are more to be done. This is not the end. Inshallah. So that this means that the boys can do it as well. Yeah, definitely. Inshallah. Inshallah. Jazakallah khair. Barakallahu feek. And thank you very much. And we thank the mother for the support. There's no pressure. It's not like she's forcing herself to remember or recollect the words. Just coming natural. Okay. And the team of Al-Hirs, you know, we all extend our salams that we put it together and she actualized it. بارك الله فيكم فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته